بالفعل الحوار الوطني بدأ يتواصل مع ناس عاديه، مواطنين عاديين خالص، محدش يعني مش شخص مسؤول في الحته الفلانيه، لا خالص، موظف. وفي عمال تواصلت، في طلبه تواصلت. عشان كده بقول لكم تفاعلوا مع موضوع الحوار الوطني، لانه موضوع فعاله الفتره اللي جايه، هتسمعوا كتير الحوار الوطني. وحظكم حلو ان انتم من اوائل المدارس اللي يحصل ده جوه فيها. الحوار الوطني يكون عباره عن بحث، قول في رؤيتك انت عايز ايه. طبعا مع اشتراك الاساتذه معاكم والمكتبه يقدروا يعملوا ايه، مقترحات انتوا شايفين ايه، عاوزين ايه من اللي جاي.